وصلت الكرة من جديد باتجاه قايدي. الله، جول القائد قايدي. نعم، يأتي بهذا الهدف مهدي قايدي، قائد الهجوم هنا قايدي، من كرة رائعة جدا، كرة لمصلحة كلبا تقلب كل الموازين في دور 16 من الكأس الغالية، بهدف في غاية الروعة، في غاية الجمال. يا لجمال هذا الهدف، يا لروعة هذا الهدف. ما هنا بيسا، دانيال بيسا، الله، ثنائية لكلباء هنا بالفعل. هنا أصحاب القمصان الصفراء هم من يتقدمون، هم من يتفوقون، هم للثاني يسجلون. انظر لدانيال بيسا، حط في المرمى بصورة ولا أروع. دانيال بيسا بهذه الصورة الرائعة من ركلة جزاء، هدفين لمصلحة كلباء، هدفين في غاية الروعة في الشوط الثاني. كلباء بالفعل يطلق رسالة قوية لدور الثمانية بأنهم لن يكونوا فرق بالفعل بسيطة، وبالتالي فرق تحتاج لحسبان كبير ولحساب. عادت من جديد باتجاه قائدي، ولدينا كرة. قائدي إذا مر خطير، إذا استلم خطير، إذا مر خطير. قائدي مثير، تسديدة ما زالت قائدي. الله، قلت بأنه خطير، إذا ما مر خطير، إذا ما ملك الكرة فإنه خطير. القائد قائدي يسجل الهدف الثالث في المباراة، والثاني له على المستوى الشخصي. الله 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 الله، إنه جلاد لا يرحم على الإطلاق، إنه الرسام، هو من رسم اللوحة الصفراء. إذا ماتت الكرة لقائدي فإنها في المرمى. ياه، على الكرة الماضية سهم من السهام الصفراء. هنا الكرة، بو بو بو، في المرمى.